كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. هنأ سموه خلالها بنجاح إطلاق مسبار الأمل في مهمة فضائية تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بهذا الإنجاز التاريخي وبالكوادر الإماراتية التي حققته، وهو ما يشكل كذلك إنجازا للأمتين العربية والإسلامية. أعرب سموه عن أطيب تمنياته لدولة الإمارات بتحقيق المزيد من التطور والريادة والإنجاز في كافة الميادين في ظل قيادتها الحكيمة.